والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا دينا، وإلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس إدارة صندوق التنمية الصادرات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين لمناقشة الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم. كما شهد الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بدعم الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر وسبل جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعظيم قيمة الصادرات منه. أكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين الصناعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملف التحضير للتعاون للمرحلة الثانية بين المنطقة الاقتصادية والبنك الأوروبي فيما يتعلق برقمنة خدمات المستثمرين والموانئ. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنافذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.70% تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقاط. في أسواق المال الخليجية سجلت الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتراجع المؤشر السعودي للجلسة السابعة على التوالي وخسر 0.8% متأثرا بضغوط على أسهم قطاعي التمويل والرعاية الصحية ذات الثقل. كما خسر المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 1.3%. وفي أبو ظبي سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا، كما زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.1% مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، بينما استقر المؤشر الرئيسي لكل من بورصة البحرين والكويت. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى محمد ودينا. شكرا لك محمد عبد الله.